عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في دور الـ 32 من أجمل موسم، الموسم العاشر لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم العاشر من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة بـ2000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 8,290,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة مشرفانا في الاستوديو من محافظة القاهرة، نرحب كلنا مدرسة طارق بن زياد الرسمية للغات. مدرسة طارق بن زياد الرسمية للغات تعد من أوائل المدارس التجريبية متعددة المراحل للغات بمحافظة القاهرة على مستوى الجمهورية، وبدأت في عام 1979. حصلت على اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في جميع المراحل. حصلت المدرسة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقات الاجتماعية والرياضية والفنية. هيمثل مدرسة طارق بن زياد الرسمية للغات في ماتش النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم بسنت يوسف. أنا مبسوطة جدا إني بشارك في برنامج العباقرة، وزمايلي فادوني كتير وادوني من خبرتهم من مشاركتهم في الموسم التاسع، وأتمنى إن إحنا إن شاء الله نكسب الحلقة دي ونتأهل الدور 16. مروان محمد. احنا شاركنا في الموسم التاسع لكن ما توفقناش، خرجنا من دور الثمانيه، رجعنا تاني بعزيمه واصرار فشاركنا في الموسم العاشر وعملنا تعديلات الفريق وزودنا معلومات اكتر، فان شاء الله راجعين ننافس على الكاس. رحمه رجب. اهل كل عضو من الفريق ساعدونا وشاركونا ودعمونا ووفروا لنا وقت كتير عشان نقدر ان احنا نجمع معلومات اكتر من مصادر كتير ونبقى قد التحدي وان احنا ناخد الكاس. محمد احمد. انا النهارده نازل فقره تحت الضغط، استعديت وجمعت معلومات، صحابي دعموني وجمعوا لي معلومات، وان شاء الله هجاوب اكبر عدد من الاسئله في اقل وقت ممكن. طارق بن زياد شبرا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله. اخباركم ايه؟ الحمد لله. بس انت ايه اللي شايفاه مختلف عن التلفزيون؟ لا مختلف شويه في الاضاءه وفي التصوير وكده. احساسك ايه وانت قاعده على الكرسي بقى؟ حاسه عليا مسؤوليه يعني. انا سمعت ان انت عملتي مجهود كبير عشان تنضمي للفريق. الحمد لله. برافو عليكي. عايز تبقى دكتورة؟ أوه. بس لسه ما قررتيش دكتورة ايه؟ بس انا حابة يعني الحاجة اللي اختارها وتمشي معايا اكون افكتف ممبر فيها وأدي فيها حاجة تفيد الناس عموما يعني والناس بعدي. ربنا يوفقك يا بسنت. مروان ورحمة ومحمد احمد برحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقة. كلنا نحيي مدرسة طارق بن زياد. أما المدرسة الثانية واللي هتنافس وبقوة الوصول لدور الـ16 من محافظة المنوفية، نرحب كلنا مدرسة السيد البدوي الثانوية بنين. مدرسة السيد البدوي الثانوية بنين تأسست المدرسة عام 1966 وتعتبر من أقدم مدارس محافظة المنوفية. كانت مدرسة مشتركة حتى عام 1996، تخرج فيها العديد من الأوائل على مستوى الجمهورية وخاصة في العقد الأخير. تعد من أهم المدارس على مستوى وسط الدلتا. هيمثل مدرسة السيد البدوي الثانوية بنين في ماتش النهارده 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحد فيهم يوسف ياسر. أنا اللي هنزل فقرة تحت الضغط النهارده، جمعت معلومات كتير جدا واتمرنت إن أنا أجاوب أسرع وقت ممكن، وهساعد مدرستي إن شاء الله إن أنا أجيب أكبر عدد ممكن من الإجابات في أقل وقت ممكن، وإن شاء الله نكسب ماتش ده. محمد علي. احنا شاركنا في الموسم التاسع ما كناش موفقين وخرجنا من دور 16، وجايين في الموسم العاشر مستعدين اكتر، بقى عندنا ثبات انفعالي اكتر، وان شاء الله جايين عشان ناخد كاس العرب. مصطفى ايهاب. استعدينا كويس للموسم العاشر، جمعنا معلومات اكتر، اشتغلنا على نقط ضعفنا،
وخدنا خبرة كبيرة من الموسم التاسع، وإن شاء الله نعمل ماتش كويس ونصعد دور 16. مؤمن محمد، أنا مبسوط جدا أنا وزمايلي إن احنا هنشارك في دكتور المدارس الحكومية بالتعاون مع البنك الأهلي وبرنامج العبقرة عن طريق إجابات نسخة. سيد البدو من المنوفية، حمد لله على السلامة. بسلامك يا أستاذ. يوسف، شفت القرعة بتعمل إيه؟ إيه اللي حصل الماتش اللي فات؟ قول لي. هو أنا شايف إن الحظ لعب دور كبير أوي في الماتش الصراحة. فرق سكور كان قد إيه؟ فرق سكور كان 50 تمام، كانوا هما 145 وإحنا 95. برضه 50 نقطة مش قليلين. عشان كده أنا بقول الحظ لعب دور. وكمان فرق معاهم بسم الله ما شاء الله فقرة تحت الضغط، كانوا عاملوا فيها سكور حلو قوي. 9 أسئلة اتجاوبت، ماتش النهارده فرصتكم ان شاء الله. ولا ايه؟ ان شاء الله. ايه رايك يا مروان؟ ان شاء الله يعني ماتش كويس. انا متوقع ماتش صعب ان شاء الله. ليه؟ لان مدرسة السيد البدوي جايين عارفين انهم هيلعبوكم وعايزين ياخدوا بطارهم. ولا ايه رايك؟ مش طار قوي، احنا جايين نستمتع من الاخر. بشكرك يا يوسف وبحييك على روحك الجميله دي. الحمد لله المدارس ابتدت تفهم يعني ايه روح رياضيه، بقيتوا بتتعاملوا مع بعض برقي، هي دي الروح اللي احنا كنا بنحاول نغرسها جوه برنامج العباقره، وعاشت معاكم وبقت موجوده قدامنا هي واضحه. ربنا يوفقكم انتوا الاثنين. نحيي كلنا مدرسه السيد البدوي. العباقره في الموسم العاشر 6 فقرات، العلم، المعرفه، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو كم عدد الدقائق في 3 ساعات؟ مؤمن 180 دقيقة. 180 طبعا سؤال سهل، إجابة صحيحة. 180 هي الإجابة الصحيحة. وكده مؤمن هيختار مين اللي بتبتدي الأول. إحنا ده لو أنتوا اللي هتبتدوا الأول. تمام. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم 4 أجزاء، جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. سيد البدوي المنوفية، عندك سؤال في الجغرافيا. محمد علي شكر إمتى؟ حسب الماتش. مش في الجغرافيا. لا. جغرافيا. والسؤال هو يقع نهر الزهراني بإحدى الدول العربية، فما هي؟ طول النهر ده حوالي 25 كيلومتر. 10 ثواني. 5 ثواني. مصطفى إيهاب إجابتك. سوريا. سوريا يا مصطفى، إجابة خاطئة. مش في سوريا. مين اللي هجاوب؟ أنا. رحمة إجابتك. لبنان. ويصب في البحر الأبيض المتوسط. إجابة صحيحة. لبنان هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا رحمة. أول 10 نقط تخطفها مدرسة طارق بن زياد من مدرسة سيد البدوي. سؤال في جغرافيا، في جوكر؟ لا. جغرافيا. والسؤال هو في أي قارة تقع بحيرة ثون عمقها 217 متر ومساحتها حوالي 48 كيلومتر مربع؟ 7 ثواني. طول البحيرة 17.5 كيلومتر. إجابتك يا مروان. أمريكا الشمالية. أنتوا الأربعة موافقين؟ يعني إن شاء الله. إن شاء الله. إجابة خاطئة. مش أمريكا الشمالية. محمد علي. آسيا. ثون مش في آسيا. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. أوروبا، أستراليا، أمريكا الجنوبية، إفريقيا. الإجابة الصحيحة في سويسرا، أوروبا. سؤالين في التاريخ، وأول سؤال سيد البدوي. تاريخ. والسؤال هو من هو أول رئيس أمريكي يتولى الحكم من الحزب الجمهوري؟ كان رئيس رقم 16 في أمريكا.
الحزب تأسس 1854 وهو مسك الحكم 1860. هو مين؟ محمد علي. جون كينيدي. جون كينيدي كان بعدها تقريبا بمئة سنة. محمد علي. إجابة خاطئة. ثيودور روزفلت. رحمة. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. ريتشارد نيكسون، بنجامين هاريسون، أبراهام لينكولن، وأندرو جونسون. رحمة إجابتك؟ أبراهام لينكولن. خدت الريسك ليه يا رحمة؟ قريتها قبل كده بس ما كنتش فاكرة الاسم واتفقنا عليها. إجابة صحيحة. برافو عليك يا رحمة، 10 نقط مهمين جدا. كده النتيجة 20 طارق بن زياد السيد البدوي مفيش نقط. دلوقتي عندنا سؤال في التاريخ لطارق بن زياد. تاريخ، والسؤال هو في عهد أي حاكم من أسرة محمد علي تم تأسيس مجلس شورى النواب عام 1866؟ وكان في 22 أكتوبر 1866. المجلس كان مكون من 75 عضو ومدته 3 سنين. مروان، تخيل ان سن الترشيح كان 25 سنة في عهد مين بقى؟ اسماعيل. قصدك الخديوي اسماعيل؟ الخديوي اسماعيل. مروان، إجابة صحيحة. رابع مروان، الخديوي اسماعيل هي الإجابة الصحيحة. وكان النتيجة 30 طارق بن زياد سيد البدوي. مفيش نقط وعندكم سؤال في الأدب. أدب، والسؤال هو شاعر فصحى مصري راحل صاحب قصيدة كلمات سبارتاكوس الأخيرة، فمن هو؟ شاعر فصحى مصري راحل صاحب قصيدة كلمات سبارتاكوس الأخيرة، فمن هو؟ أمير شعراء الرفض. اتنشرت سنة 1962 لمين يا يوسف؟ أحمد شوقي. أحمد شوقي، إجابة خاطئة. إجابتك؟ حافظ إبراهيم. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. إبراهيم ناجي، محمود سامي البارودي، إبراهيم المزني، وأمل دنكل. الإجابة الصحيحة أمل دنكل. سؤال تاني في الأدب لمدرسة طارق بن زياد. أدب، والسؤال هو أديب مصري مؤلف المجموعة القصصية حل وترحال، فمن هو؟ أول مجموعة قصصية للكاتب ده واتنشرت 2014، هو مين؟ 10 ثواني. رحمة، إجابتك؟ يوسف إدريس. 2014 كان يوسف إدريس توفى. رحمة، إجابة خاطئة. طبعا مش يوسف إدريس. محمد صادق. محمد صادق ما بيكتبش مجموعة قصصية. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. إبراهيم عبد المجيد، محمد المنسي أنديل، يوسف زيدان، سعيد نوح. إبراهيم عبد المجيد. بص بص بص، احتياطي فريقك عندهم الإجابة ومش موافقين. وإبراهيم عبد المجيد، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة يوسف زيدان. للأسف الشديد السيد البدوي هتبتدوا بناقص 5. آخر سؤالين في الفقرة في العلوم، وأول سؤال لمدرسة السيد البدوي. في جوكر؟ علوم، والسؤال هو ما هي الصيغة الكيميائية لمركب كبريتات الكادميوم؟
كادميوم سلفيت. كبريتات الكادميوم. محمد علي وعلى مهلك. CdSO4. CdSO4 ب20 نقطة. موافقين عليها انتوا الأربعة؟ اه اتفقنا عليه. اتفقتوا عليه. محمد علي إجابة صحيحة. CdSO4 هي الإجابة الصحيحة وكده النتيجة 15 سيد البدوي المنوفية. العشرة دول بتوعنا. 30 طارق بن زياد القاهرة. قولوا لي هناخد جوكر ولا لا؟ لا. بلاش. انتوا حرين. علوم والسؤال هو: في اي عضو في جسم الانسان تقع شبكة الكبيبة؟ عشر ثواني. شبكة الكبيبة ثانيتين. الكبد. الكبد إجابة خاطئة. كويس إن أنتوا ما خدتوش الجوكر. يوسف. كلية. الكلى يا يوسف بعشر نقط. إجابة صحيحة. الكلى هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا يوسف، عشر نقط. وبكده النتيجة اتغيرت 25 سيد البدوي المنوفية، 30 طارق بن زياد القاهرة. مباراة رجعت تاني في سؤالين. وليه رأيك يا مصطفى؟ مباراة حلوة. مباراة حماسية وحلوة إن شاء الله. قول يا مصطفى، شاركت قبل كده ورجعت شاركت تاني، العباقرة بيمثل لك إيه؟ تجربة خلتني أتعامل إزاي أتعامل مع أشخاص جداد وأكون صداقات جديدة وروح الجماعة وكل يعني خبرات كتير جديدة برضو. جميل جدا. تتوقع ايه ماتش النهارده؟ ان شاء الله المكسب لينا. ان شاء الله تتوقع ان انتوا تكسبوا. ان شاء الله. مباراه صعبه واتمنى لكم كل التوفيق. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع فقره المعرفه والعباقره. يبقى طلاب مصر جمعوا 55 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 110 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.